طبعاً أنت شخص غريب قوي، وأنا شايفة أن أنت غلطان غلط كبير جداً. هو الجواز أنت بالنسبة لك كان سلق بيت؟ بنت حلوة وبس، هي دي الحاجة الوحيدة اللي كنت بتدور عليها؟ ما فكرتش أن أنت تتأنى تعرفها؟ ما يمكن كان جواها جمال أنت مش شايفه، ما يمكن روحها كانت أحسن بكتير قوي من شكلها. لكن أنت كنت عندك هدف واحد، دي حلوة زي ما أنا تخيلتها، فيلا أهي جوازة والسلام. كمان كان عندك مشكلة أكبر إن كل واحد فيكم من محافظة. أنت مش شايف إن ده كان سبب أدعى إنك تتأنى شوية، إنك تاخد بالك، إنك تعرفها من جواها عاملة إزاي؟ بستغرب قوي الشباب بجد اللي بينسوا الجمال الداخلي وكل تركيزهم في جمال الوش وبس. أنت فاضي قوي، أنت بجد شخص فاضي. على فكرة بعد شوية اللي بيكون وبيبقى هو جمال اللي جوه مش اللي بره. بعد شوية مهما كانت ملكة جمال كل ده هيبقى عادي، وكل ده مش هيبقى ليه أي وجود. اللي هيبقى ليه وجود هو الجمال الداخلي اللي انت ما تعرفش حاجة عنه، اللي انت عمرك ما فكرت فيه. فانت غلطان غلط كبير قوي. تاني حاجة، انت ما تعرفش أي شيء عن عبادة جبر الخواطر، ما تعرفش ان الكلمة الطيبة صدقة، ما تعرفش انك وجعتها قوي قوي رغم انها كانت بنت نفسها تفرح بالتفاصيل الأولى من حياتها. تخيل انت عملت فيها ايه؟